والحديث عن الأسواق الإعلامية ينضم إلينا من دبي السيد رائد خضر، رئيس قسم الأبحاث في مجموعة أكويتي. أهلا بك رائد معنا. أهلا يعني نور. في مثل هذا اليوم، مثل هذه الأيام السنة الماضية، كانت كل الأخبار عن الانقسام بين الولايات المتحدة والصين والتوتر بينهما كان يحدث هزة كبيرة في الأسواق. اليوم نسمع عن ربما توتر جديد، كيف ستكون انعكاساته على الأسواق؟ ولا الحديث كله والعوامل الأساسية هي فقط الفاكسين واللقاحات؟ أولاً بشكل ملفت، البيانات التي صدرت اليوم لها دلالات كبيرة من الاقتصاد الصيني، وإن كانت هي بيانات قياسية، يعني تقيس قراءة بقراءة سابقة، بالتالي أظهرت إيجابية كبيرة، ولكن ما لفت الانتباه أنه استمرار تعافي الميزان التجاري الصيني وأداء الجيد فيه إجمالاً والفائض فيه إجمالاً، بالتالي هذا يعطي أفضلية للفترة القادمة بالنسبة للاقتصاد الصيني. نحن عم نتحدث عن بالنسبة لمؤشرات المشتريات للقطاع غير التصنيعي للشهر التاسع على التوالي بارتفاع، للقطاع التصنيعي للشهر السابع بارتفاع على التوالي، للخدمات للشهر السابع أيضا بارتفاع على التوالي. إذن الاقتصاد الصيني يقتنص الفرصة بشكل إيجابي ويعزز من التعافي بعد الأزمة، وإن كان تعافيه لا يزال حتى الآن لا يمثل الثلث الانخفاضات التي حدثت في واقع الآثار السلبية لفيروس كورونا، وبالتالي الفترة القادمة بالنسبة للعلاقات الصينية الأمريكية هي فترة شائكة ولكن ميالة للإيجابية أكثر مما كانت عليه مع انطلاق ولاية ترامب والتي ضغط فيها على الاقتصاد الصيني بشكل كبير، والاقتصاد الصيني يبدو أنه يتعافى سريعا فيما يتعلق بالآثار السلبية لفيروس كورونا، وأيضا بالآمال الإيجابية لإدارة جديدة في الولايات المتحدة الأمريكية تعزز نوعا ما إمكانية مزيد من الارتفاع. ولكن الارتفاعات في الاقتصاد الصيني لا تزال قياسية، يعني بالقياس مع قراءاتها السابقة تظهر إيجابية وتعافي، ولكن الطريق للتعافي الكامل لا يزال طويل جدا أمام الاقتصاد الصيني. طيب رائد، الحديث عن قرب التوصل إلى حزمة التحفيز الأمريكية قيمتها 908 مليارات دولارات، ممكن التوصل إليها اليوم حسب الكثير من الأخبار والكثير من الصحف الأمريكية، كيف ستكون انعكاساتها مع افتتاح الأسواق الأمريكية بعد قليل أولى تداولات الأسبوع في أمريكا وبعد الأرقام القياسية اللي حققتها الأسواق الأمريكية في الأسبوع الماضي؟ يعني نحن الآن في اللحظة نور كنا عم نشوف ارتفاعات واضحة في الدولار الأمريكي أمام معظم نظرائه، على الرغم من أنه حديث عن هذه الحزمة التحفيزية بحوالي تريليون دولار. لماذا؟ لأن تريليون دولار هو أقل من التوقعات التي كانت تشير إلى إمكانية أن يكون هناك تمرير لحزمة ب 2 إلى 3 تريليون أو 2.2 تريليون حسب الحديث الأخير، ومن ثم تم تخفيضها إلى 1.8 تريليون. إذن حزمة التحفيز لن تكون كافية بهذا الحجم، الحديث سوف يكون هل هناك مزيد من الضغط في الفترة القادمة ممكن يكون من الاقتصاد الأمريكي، هذا سوف يكون له تأثير سلبي مؤقت أن التحفيز ليس للمستوى المطلوب، ورأينا كيف أن الجنيه الاسترليني واليورو يعززان يعني ينخفضان بشكل واضح أمام الدولار الأمريكي الذي يرتفع بنتيجة أنه حجم الحزمة التيسيرية ليس كما كان متوقعا أو كما كانت الأسواق تنتظره، وبالتالي ذلك سوف يكون له أثار سلبية على افتتاحات الأسواق الأمريكية اليوم. أسواق الأسهم ممكن أن تظهر فيها هذه الـ disappointed أو أنه الإحباط نوعا ما، أن الحزمة ليست up to the expectations أو لما كان يسبو إليه التوقعات، أن يكون هناك حزمة على الأقل ب 2 إلى 3 تريليون دولار أمريكي، وهذا ما يحتاجه فعليا الاقتصاد الأمريكي. إذن نكون متفقين أنه الحزمة ب 1 تريليون لن تكون كافية أساسا، وسوف يضطر إلى ضخ المزيد في الفترة القادمة. على كل رائد، سنكون مع متابعة لما ستكون الصورة في الأسواق الأمريكية. رائد الخضر، رئيس قسم الأبحاث في مجموعة أكويتي، شكرا جزيلا لك.